جلال العياري مدير مدرسة حي النجاح الدامجة بمنزل بورقيبة. احنا دخلنا في منظومة الإدماج من وقت اللي وضعته الدولة، تبقى ما كانش أمور ماشية كما يلزم لحد ما عملنا شراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة، وكانت العملية انطلقت أن حسسنا الأولياء، حسسنا أولياء التلاميذ هذوما، ثم حسسنا الأولياء الآخرين اللي كانوا يرفضوا أن ولدهم يقرأ مع طفل في وضعية إعاقة. شركنا الأطراف الكل بما في ذلك الإدارة نتاعنا، المندوبية الجهوية للتربية، مندوبية الصحة، الشؤون الاجتماعية، لسبيسياليستك لزيغو العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الطبيعي، الكل شركناهم، المنطقين والكل، وانطلقنا في مشروعنا ابتداء بتكوين المعلمين اللي هما كانوا ما همش ما عندهمش حتى دراية، ما عندهمش حتى أدوات للتعامل مع هكذا أطفال في وضعية إعاقة. الطفل ملهم ستيفي اللي جانا المدرسة بعد ما كان في عزلة تامة مع في عائلته، معناها حتى الوصول لسن 10 سنين. أنا واحدة من الناس خفت منه، كريتو كيفاش ما يحركش يديه، ماهوش معناها كي تشوف تقول ماهوش التلميذ باش يقرأ. كانت مغامرة منا نحن بصفة عامة، خاطر حتى المتفقد معناها من الأول ما كانش متحمس للعملية نتاعو، لأن ولدنا ملهم يعني عنده إعاقة عضوية وإعاقة كذلك في النطق، وعنده ليجي روتار مونتال. تبدلت حياة ملهم ولا يعمل على روحه، مثلا أحيانا بفيق الصبح يعني بيكون جوعان مش يفطر، كيفاش بيعرفش يكتل وياكل وجبة فطوره، ما يحبش يفطر خاطر لأنه يحب يلحق تحية العلم. ويحب يخرج للصبورة ويحب معناها يحضر تحية العلم بشوية بشوية، ولا يحرك يديه ولا يرفع صبعه ولا يشد التباشير ولا معناها يحاول باش يكتب عدد حرف، يتبع شفويا تبارك الله عليه، يحفظ كل شيء. ونجح وارتقى من السنة الأولى إلى السنة الثانية ب 15 معدل. عيط لي هو قال لي بابا اش بيك؟ قلت له ما عنديش مفاتيح. خلي أنا نحل لك. متنجم خلي نجم طلع من الباب، مشى الباب الحديد، مشى على ركايبه، مشى الباب الحديد، عملوا هاك حل الباب. وقتها أنا بيني وبينك يعني صابني شعور وانا بشكر كل يعني اداره المدرسه بصراحه على دور كبير للمره الثانيه، وسي جلال بالذات فهمت كيفاش عاوننا برشا، فهمت كيفاش الرجل وعم يخدم خدمته صح. Ha ha ha!